بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا أولاد حلقة على جمع القصور العشرية، استكمال للدرس السابق على عملية الجمع واللي خدنا فيه استراتيجيات الجمع سواء النماذج أو القيمة المميزة أو التقدير والتقريب. تعال نأكد مع بعض في بدايتين أو كسرين عشريين على جدول القيمة المكانية اللي تعودنا عليه، خلاص ما بقاش غريب علينا. أدي جدول القيمة المكانية، ودي مكان البوينت، هنا الوحدات اللي فيها أحد وعشرات ومئات، وهنا الأجزاء اللي فيها جزء من عدد العشر الأول وادي العدد العشر الثاني. تعالوا نقراه، ده يتقرا إزاي؟ من جهة الشمال واحد صحيح و سبعة من ألف، طب ده يتقرا إيه؟ 25 صحيح و 8 من 100. طب خدت بالك من لسانك قال إيه؟ أيوة خدت بالي، ألف واحدة منهم من ألف لأن ثلاث أرقام، وألف دي من 100 لأنهم رقمين. أقول له بدم جدول القيمة المكانية اطمن، بس بشرط تودي كل رقم عند بيته. أدي العدد الأول 25، يبقى الخمسة أحد والاثنين عشرات وادي البوينت. طب 0.8 أهو لحد الجزء من 100. ناخد العدد الثاني واحد صحيح، يبقى في الأحد. طب لو حطيته هنا كل سنة وانت طيب راحت المسألة. لازم أركز، الواحد ده أحد يبقى في بيت الأحد، والبوينت أهو 7 من 1000 يبقى 0.07. كده نقدر نجمع؟ أيوة نقدر نجمع. يلا يا ولاد نجمع، مفيش وسبعة. يجي ولد يقول إزاي مفيش؟ أقول له يا عم ولا تزعل حقك عليا، حط صفر. طب لو ما حطتش برضو صح، صفر وسبعة هي السبعة، 8 و0 هي الثمانية، والزيرو ينزل والبوينت ينزل، 5 و1 6 وادي الاثنين. خلصت؟ خلصت والله. ناخد الإجابة ونوديها مكانها، تطلع الإجابة كام؟ 26 صحيح و87 من ألف. واحدة كمان، واحدة كمان، ادي العدد العشر الأول وادي العدد العشر الثاني، 10 و2 من 100. يبقى الزيرو أحد والواحد عشرات والبوينت أهو والاثنين من 100 أهي. نيجي للعدد الثاني 14 صحيح، يبقى هنا 4 وهنا 1 وادي البوينت. طب وهنا 9 8 7، وكده نقدر ايه نجمع؟ مفيش و7. ايه يا مستر مفيش؟ حقك عليا، حط الصفر. يبقى هي السبعة، 2 و8 10، صفر ونطلع بالواحد، 1 و9 10، صفر ونطلع بالواحد، وانا طالع بالواحد عديت على العلامة العشرية، تنزل في طابورها زي ما هي، 1 و4 5، 1 و1 2. خلصت؟ ايوه خلصت يا مستر. ناخد الاجابة ونوديها مكانها، كده انا جمعت باستخدام مين؟ باستخدام جدول القيمة المكانية الشهير في سنة 5. قالوا بقى يا ولاد نتعود ازاي نجمع واحنا معتمدين على الله ثم على انفسنا. ازاي اجمع عدد عشري وعدد عشري؟ شوفوا المسألة مكتوبة منين؟ من الشمال، والاجابة يمين. ادي العدد الاول وادي العدد الثاني والإجابة يمين. قبل ما نجمع لازم أعمل حاجة مهمة قوي، إيه هي؟ أتأكد إن عدد اللاعبين في القصور العشرية قد بعض. إزاي؟ الكسر العشري هنا رقمين وهنا رقم، أوبا ممنوع الجمع. أمال أعمل إيه يا مستر؟ ندي للغلبان ده زيرو على اليمين، الزيرو ده اسم وزن المسألة، ما بيأثرش على قيمة العدد العشري، بيغير شكلها ولا يغير قيمتها أو مضمونها. كده نقدر نجمع؟ أيوة نجمع. سامع ولد بيقول يا مستر أنا بغلط لما بجمع جنب بعض. أقول له ولا تقلق، أنا عامل لك إيه مسودة علشان تجمع براحتك. العدد الأولاني أهو نكتبه إزاي؟ عايز تكتبه من اليمين؟ أيوة خد راحتك. شوف المستر بيعمل إيه بس الأول، حد خد باله مستر حامد بيعمل إيه؟ بيوسع رقم مسافة، رقم مسافة، مش زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، لا ادي حرية وادي مساحة عشان ما تغلطش. كتبت الأولاني لما تيجي تنقل التاني زي طابور العيش، الاتنين تحت دي والتلاتة تحت دي والبوينت تحت قريبتها، وادي التلاتة وتلاتين، وادي علامة الزائد، وادي خط الجمع، كده تجمع مرتاح. 0.2 هي الاثنين، 5 و3 8، البوينت تنزل في طابورها، 2 و3 5، 3 و1 4، وادي الإجابة النهائية. أمشي؟ لا ما تمشيش، ناخد الإجابة ونوديها مكانها. نيجي للتانية،
اجمع في افقي خايف، خايف ما بحبش الجمع الافقي، ليه؟ خايف اغلط يا مستر، حقك عليا. طب قبل ما نجمع المستر قال لك اتاكد منين؟ من ميزان المساله للقصور العشريه، هنا رقم هنا رقمين، نيجي للغلبان ده ونديله زيرو، ونديله ايه؟ زيرو. يبقى انا كده خليت افراد لاعبين اتنين واتنين في القصور العشريه. ونروح المسود ده، ادي مين؟ ادي المسود ده، تمام. عايز انقل العدد ده، خليك اكتبه من كده اسهل لك، زيرو سيب مسافه بوينت خمسه اربعه اهو. طب والعدد التاني؟ حازي خمسه واحد بوينت ثلاثه اربعه. ومستر حامد بيحب الولد المنظم، الولد الشيك الانيق، مش اللي يبوظ مسالته ويشخبط، لا الورقه تطلع عروسه زي الشريحه اللي قدامك. زيرو وخمسة هي الخمسة، اتنين وواحد تلاتة، البوينت ينزل في دوره، خمسة وتلاتة تمانية، أربعة وأربعة تمانية، تقرأ إيه؟ 88 صحيح وخمسة وتلاتين من مية. وقبل ما تمشي تروح المسألة وتكتب الإجابة فين مكانها، آدي مسألتين على الجمع، لسه معانا أفكار تانية؟ بص للمسألة دي، قبل ما نجمع نعمل ايه؟ نوزن المسألة. خلاص يا مستر، دول تلات أرقام وده رقم، يعني ده الغلبان، ما أقصدش غلبان إنه أقل، لا أقل في العدد الإيه؟ الأعداد والأرقام بتاعت القصور العشرية. طب عشان يتساوى مع ده نديله صفرين، الصفرين يغيروا شكلها ولا يغيروا قيمتها. ونروح فين؟ ونروح المسودة، ادي مين؟ ادي المسودة. ننقل العدد الاولاني عادي، ادي الواحد وادي التلاتة وادي السبعة وادي البوينت وادي الخمسة. طب لما ننقل التاني، طابور العيش، طابور العيش كل رقم تحته رقم، وما تنساش علامة الزائد، واحد وزير واحد وادي تلاتة، سبعة واتنين تسعة، البوينت طابور، خمسة وتسعة اربعتاشر. ناخد الإجابة ونوديها مكانها في المسألة الأصلية. طب بص للجميلة دي اللي فيها مشكلة دي، ازاي نجمع ده ونجمع ده؟ ايه يا مستر حامد الشكل الوحش ده؟ وحش ولا مش وحش؟ ده وحش جدا، ده كئيب جدا. طب ايه سر كآبته؟ ان ده عدد عشري مع صحيح ومع كسر، لكن الاخ ده سبعة حاف، سبعة سادة، ازاي جمع مع ده؟ محتاج علاج، محتاج علاج، محتاج معالجة. ايوة. طب ده معهوش بوينت اصلا، اديله يا اخي بوينت. طب ده زميله معاه رقمين عشريين، اديله يا اخي صفرين. طب افرض جاره معاه تلاتة، اديله تلات اصفار. طب افرض جاره معاه رقم عشري، اديله زيرو واحد. يا مستر حامد انت بتحط علامة وزيرو بمزاجك؟ ما تخافش يا ولد، ما هي قبل ما احط كانت سبعة وما زالت تقرأ سبعة، الاصفار والبوينت على اليمين ما لهمش قيمة، غيروا شكلها ولم يغيروا قيمتها. امال عملت ليه كده يا مستر؟ عشان تعرف تجمع بسهولة. يلا ناخد العدد الاولاني ونوسع، اهو اهو ادي الاول. طب والتاني الجديد السوبر اهو، ادي التاني الجديد بعد التعديل، اربعة وزيرو اربعة، وهنا اتنين، وادي البوينت، وتمانية وسبعة خمستاشر. ليه كتبتها كلها؟ لأنها آخر إجابة في العدد، 15 صحيح و24 من 100. يبقى مستر حامد علمك دلوقتي إزاي تجمع لوحدك معتمدا على الله ثم على نفسك، بمسودة جمع رأسي عشان ما تغلطش، وهنا جمع باستخدام جدول القيمة المكانية. ويلا مع بعض لسؤال أجمل وأجمل، بيقول لي تعرف تجمع أربعة جزء من ألف وثلاثة جزء من ألف؟ قلت له دي تافهة. قال لي تافهة ليه؟ قلت له لأن نفس النطق، دي من ألف ودي من ألف، يعني هتعمل إيه يا حبيبي؟ هجمع أربعة وثلاثة سبعة بس خلاص. طب ليه جت بسهولة؟ لأن الاتنين جزء من ألف جزء من ألف جزء من ألف. طب لما يقول لك هات القيمة المكانية لكل رقم، كم في الجزء من مية وكم في الجزء من ألف؟ أقول له استنى أما نحول الإجابة، سبعة جزء من ألف تتكتب بالحساب إزاي؟ تتكتب كده، سبعة صفرين بوينت زيرو. طب مين اللي قاعد في الجزء من مية؟ أهو زيرو. طب مين اللي قاعد في الجزء من ألف؟ أهو سبعة. شفت السهولة؟ شفت الجمال؟ طب قول لي بقى لو فهمت يا حبيب قلبي، اللي جاية دي طيبة ولا شريرة؟ سبعة جزء من ألف، أربعة جزء من ألف، وعمو عايزها جزء من ألف. الله، ده عيلة واحدة تبقى بنت حلال، يبقى نجمع السبعة والأربعة 11 بس خلاص.
طب لو قال لك هات القيمة المكانية، أقول له ثانية واحدة أحول دي من عربي لحساب 11 هي، وما دام جزء من 1000 فاضل لها 0.0. طب يلا نجاوب، مين اللي قاعد في بيت الجزء من 100؟ أهو يا حبيب قلبي يبقى الواحد. مين اللي قاعد في بيت الجزء من 1000؟ أهو يا بابا يبقى الواحد. شفت الجمال؟ شفت الدلال؟ نيجي نمرة جيم، إزاي تجمع 3 جزء من 100 و85 جزء من 1000؟ الله 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 الله، غلسنا بقى. ليه غلسنا؟ دي من 100 ودي من 1000، دي بعد رقمين ودي بعد 3 ارقام. طب نعمل ايه يا مستر في الورطه دي؟ ولا ورطه ولا حاجه، نيجي للي ارقامه اقل ده نكتبه بالحساب، 3 من 100 اهو اهو. عملت حاجه؟ لا ما عملتش حاجه. نعمل ايه بقى؟ نوزن المساله، انت عايزه من 1000 زي جاره زي ده، نقوم نديله زيرو. تمام. طب نيجي ناخد ده نكتبه برضه زي ما هو، 85 جزء من 1000 اهو. تمام. يبقى المستر حول دي بالحساب ودي بالحساب، كده بقى ده من 1000 وده من 1000، نقدر نجمع؟ ايوه نقدر. 0 و5 هي الخمسه، جميل. 3 و8 11، 1 ونطلع بالواحد، 1 و0 و0 هو الواحد، المفروض بوينت 0. تمام، بس ما دام مكتوب جزء من 1000 يبقى دي بتحل مكان البوينت 0. طب واللي كان نفسه يكتبها يكتبها بعيد، 115 جزئين من 1000، عايزها بالحساب خليها بره، عايزها بالعربي خد الارقام فقط. طب مين القيمه المكانيه للجزء من 10؟ يعني اللي مستقر في الجزء من 10 الواحد. مين اللي مستقر في الجزء من 100 الواحد. مين اللي مستقر في الجزء من 1000 الخمسه. اظن بالله عليكم ابسط من كده في الشرح ما في. نشوف سؤال تاني. جميل، مساله جمع، جمع عادي؟ قال لي لا استنى، ده انا عايزك تقدر الناتج، يبقى في تقدير. بايه يا عم؟ قال لي باي استراتيجيه من التقدير تعجبك، وبعد كده هات لي الناتج الفعلي وقول لي يا ترى الاجابه معقوله ولا مش معقوله. تعال الاول نعمل ايه؟ تعال الاول نجيب الناتج الفعلي. امال هنا هنجيب مين؟ هنا هنجيب التقدير. تمام، المساله دي طيبه في الجامعه؟ ايوه طيبه. 3 ارقام وثلاث ارقام، اجمع يبقى واحد، 5 و7 12 واطلع بالواحد، 9 و1 10 و6 16، حط البوينت واطلع بالواحد، دي 13 واطلع بالواحد يبقى 7. يبقى الاجابه الحقيقيه الرسميه الفعليه 73 و621 من 1000. طب مستر حامد عايز الاجابه الايه؟ المزيفه، التقدير. طب يا مستر هو ما قاليش نوع التقدير، عندك التقدير من اخر خانه يسار، عندك التقدير بالتقريب لاقرب جزء من 10، عندك التقدير بالقيمه المميزه، تعال نختار، اختار التقريب لاقرب جزء من 10 مثلا، الجزء من 10 6، الخمسه تدي لها 1، تبقى الاجابه كام؟ 7، ونكمل المساله للاخر. طب دي الجزء من 10 9، السبعه تدي لها 1، 1 و9 10، تقابلنا العلامه ونطلع بالواحد يبقى 26. يبقى المستر عمل تقدير بالتقريب لاقرب جزء من 10، يلا نجمعهم؟ يلا نجمعهم، اجمع 7. تمام، وهنا البوينت 7 و6 13، 3 ونطلع بالواحد وهنا 7. لاحظت ايه؟ دي معاها 73 ودي 73، والفرق في الكسر بس، يبقى التقدير معقول، التقدير معقول لان الاثنين قريبين. المستر عمل الف وهيسيب لك اعمل ايه؟ بنفس الطريقه. يلا ناخد سؤال تاني، بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه، ازاي نجمع العددين دول؟ اجمع مين ومين؟ 8 من 10 و4 و8 من 10 تجمع؟ تجمع بسهوله؟ بسهوله. ليه؟ لان هنا رقم وهنا رقم. اوكي، 8 و8 16، 6 ونطلع بالواحد، وانا طالع قابلتني العلامه، 1 و4 5، يبقى الاجابه 5 صحيح و6 من 10. جميل، المساله اللي بعدها مساله جمع، ازاي نجمع دول؟ اقول له في مشكله، دول 3 ارقام، ده رقم، يبقى نحط ده 0 ونجمع. عايز تروح المسود ده؟ اوكي. عايز تجمع كده وشاطر؟ اوكي. 4 و0 4، 1 و0 1، 0 و2 2، وادي البوينت و2 و1 3، يبقى الاجابه 3 و214 من 1000، قيمه الرقم 7 في طلعت 7 من 100، حذر فذر، يبقى قيمته المكانيه ايه؟ اقول له تافهه. يقول لي عرفت منين؟ اقول له ما دام قلت 7 من 100 تبقى في قاعده فانت الجزء من 100،
حسب النطق اللي قاله لسانك. اللي بعدها 532 اقسمها على 10، قلنا لما نقسم على 10 نعمل ايه؟ ننزل العدد ساده. اوكي، ما دام ده عدد صحيح يبقى البوينت بتاعه في الاول، تنط ينط شمال بس خلاص تيجي هنا، يبقى الاجابه 53.2. نيجي للمساله اللي بعدها، اخر مسالتين، المسالتين اللفظيين، بيقول لي الاولى ترى عايزة تركب الدراجة لمسافة 50 كيلومتر هذا الأسبوع، ولما إجا يوم الخميس سارة قطعت المسافة دي، ولما إجا يوم الجمعة سارة قطعت المسافة دي، يبقى اللي هي عايزة تمشي 50 كيلو، لكن يوم الخميس أدي مسافتها ويوم الجمعة أدي مسافتها. طب الراجل عايز إيه؟ قال لي قدر لمعرفة مين الإجابة، ويا ترى سارة هتقدر تمشي 50 كيلو ولا لا، وهات الناتج الايه الفعلي. يبقى هنعمل ايه يا اولاد؟ هنكتب كلمه الفعلي وهنكتب كلمه المقدر. لما نيجي للفعلي نجمع المسافتين اللي هما كام؟ دي ودي. طب طيبه طيبه ليه رقمين رقمين؟ يعني المساله موزونه. المستر اهو كتب العدد الاول والناحيه دي هيكتب العدد الايه الثاني، وكل رقم تحت رقم، وادي علامه زائد 9 و1 10 صفر ونطلع بالواحد، 10 صفر ونطلع بالواحد، وادي البوينت 4 و5 9، وهنا الأربعة 49.0. يعني كم دي؟ يعني 49. يبقى الفعلي هي كم يا أولاد؟ 49 كيلومتر، ده الفعلي. طب لما نيجي للمقدر أقدر بإيه؟ قال لك بأي استراتيجية. طب لو ولد شاطر يقول لي أحلى استراتيجية، أقول لك أنا اللي يقول معايا مين؟ شايف التسعة وتسعين دي؟ ده فضلها حاجة بسيطة وتبقى واحد مقفول. شايف الواحد من مية ده حاجة لا تذكر مهملة. يبقى هنعمل استراتيجية مين؟ القيمة العددية المميزة اللي هو مين اللي قريب من النص أو الزيرو أو الواحد. شايف العدد الأولاني ده؟ التسعة وتسعين من مية تعتبر واحد، يضاف على التلاتة واربعين يبقى 44. الله، الواحد من مية دي بسيطة وضئيلة جدا، اهملها، نعتبرها كم؟ 5. اجمع الاتنين دول 49. الله، يعني الفعل قريب من المقدر. فاضل لي سؤال ما جاوبتش عليه، هل سارة حققت الهدف؟ اقول له ليه لم تحقق الهدف؟ هي عايزة توصل ل50 لكن هي وصلت ل49. اخر سؤال معانا في درسنا الممتع ده، بيقول لي يوسف مع الفلوس دي واخوه مع الفلوس دي والاثنين يريدين ان يجمعا ما لديهما، يبقى مساله جمع ليه من النقود لشراء صندوق مانجو ب 100 جنيه، يعني هم نفسهم في قفص مانجا، ففلوس ده ما تكفيش وده ما تكفيش، قالوا طب ما تيجي نجمع علشان نشتري قفص المانجا. سؤال قدر الاجابه، يبقى دي سؤال على التقدير، ويجي انه ما تكفي يشتروا قفص المانجا الجميل ولا لا؟ ده اللي هنعرفه لما نكتب كلمه الفعلي ونكتب كلمة المقدر. يلا يا شطار، الفعلي ننقل العددين تحت بعض، بس الولد الشاطر قبل ما ينقل يتأكد انها موزونة، هنا رقم اوبا هنا رقمين، يبقى ندي ده صفر. سامع ولد بيقول ما نديه وانا في المسواد، ده غلط يا حبيبي، لازم تدي الصفر الاول وتوسع لنفسك اهو زي ما مستر حامد علمك، وسع. وهنا العدد الثاني اهو 5، والعدد هنا كام؟ 7، وهنا بوين 2، وجيب لي الفعلي هنا 5 2 و7 9 بوين 6 كام؟ 9. يبقى 96.95. الإجابة دي إيه يا جماعة؟ دي الناتج الفعلي، والتمييز بتاعها بالإيه؟ بجنيه، يعني مجموعهم الفعلي ما يجيبش قفص المانجا. طب تعالى نعملها بالتقدير لأنه قال لك قدر. طب أقدرها إزاي؟ عندك أي استراتيجية اختارها. طب أنا شايف هنا رقمين وهنا رقم، تيجي نعملها بالتقدير بالتقريب لأقرب جزء من 10، براحتك. فين الجزء من 10؟ الاتنين، الزيرو ما يديش، يبقى 2.47. أوكي، هنا السبعة الخمسة تدي لها واحد تبقى 8.22، ونشد خطي ونجمع.